الاخبار حرق حرق. بعد صدور قرار 24/01 الصادر عن مجلس الامن بوقف اطلاق النار، بدا اجتياح كامل للغوطاء الشرقيه. طبعا هنا بعد الفشل العسكري والخسائر الكبيرة، يعني خلال شهر شباط فقط كانت أعداد قتلى قوات الأسد وميليشياته أكثر من 400 قتيل، بينهم ضباط يعني برتب عالية ومن الميليشيات التي تقاتل معهم، فضلا عن خسائر المدرعات والأليات. فلذلك بدأ باعتماد سياسة الأرض المحروقة، وهي التكثيف الناري في المدفعية وصواريخ الأرض أرض، راجمات الصواريخ، الطيران الحربي، الطيران الحربي المروحي والسيخوي والميغ وغيرها من هذه الطائرات، السوري والروسي بمساندة روسية، كانت كل يوم عندهم ما يقارب 150 طلعة جوية. وعندما نقول 150 طلعة جوية يعني حصيلة الغارات ما يقارب 600 غارة يوميا على منطقة لا يعني تتعدى الكيلومتر المربع. ولذلك هذه السياسة اضطر المجاهدون من خلالها التراجع عن بعض مواقعهم والانحياز عن بعض المناطق التي يرابطون عليها لتثبيت نقاطهم من جديد وإعادة ترتيب أوراقهم. في هذه المرحلة حاول النظام التقدم أيضا بعمق الغوطة، لكن حقيقة تلقى مقاومة شرسة جدا من قبل المجاهدين، وكان هناك أيضا في تنسيق آخر من جنب يعني من محور آخر، تنسيق بيننا وبين الفصائل على ذلك. وكان حقيقة يعني في كل يوم عدد القتلى لديه ما لا يقل كل يوم عن 70 إلى 80 قتيل كل يوم،